والسيد عقيلة صالح ما عندهش مشكلة اطلاقا ان يكون مستشارها خالد المشري. المهم هو يجب مكافأته ويكون على رئاسة المجلس الرئاسي ويكون على رأس هذا المجلس. وهذا ما تم في سويسرا، هذا ما تم الحديث فيه، وهذا ما تم، وهذا ما قالوه مستشارين السيد. طيب هل المخطط ان يكون خالد المشري مستشارا للمستشار عقيلة صالح عبر منبر او نائبا له أتحداه او احد النواب؟ انا اتمنى حتى السيد عقيلة صالح الان يدخل معنا على الهواء ويتعاهد امام الليبيين بان اولى الشروط لاي حكومه مقبله هي الغاء اتفاقيه العار مع تركيا والارتباط بمساله والتشبث بمساله حل الميليشيات وطرد المرتزقه.